السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. كما كان متوقع الإخوان، وكالعادة دائما البوليزاري والجزائر كيرجعوا من الانهزابة ديالهم انتصار. هادشي ولفنا عليه، اي انهزام ديال البوليزاريو والجزائر كيردوا منه انتصار. حتى الاخوان هاد سجن بن بطوش المحتمل في اسبانيا فراه بدا كيرجعوا منه انتصار. في الاول كانوا كيتنكروا لهاد القضيه بان ابراهيم غالي غيرجع للمخيمات، ابراهيم غالي رئيس ما يمكنش يتسجن، ما يمكنش تحط عليه تهام، ابراهيم غالي رئيس. ما قبلوش هادشي، ما خصش يتقبلوه، ولكن اليوم تقبلوه بزمنهم. الخطه اللي بدا كيديروا اليوم، بدا كيرجعوا من هاد السجل المحتمل ولهاد الاعتقال المحتمل وهاد الفضيحه ديال ابراهيم غالي والبوليزاري اليوم في اسبانيا، رجعوها انتصار. بداو اليوم كيشبهوا ابراهيم غالي باردوغان، كيشبهوا بياسر عرفات، كيشبهوا بصدام حسين، كيشبهوا بعدد كبير من الرموز ورؤساء الدول اللي بصمت في التاريخ. لهذا الاخوان غنخليكم تسمعوا هذه المهزله من واحده من ابواق البوليزاريو. البوليزاريو ولا الجزائر اليوم كيعتمدوا على الابواق ديالهم وعلى الذباب الالكتروني ديالهم في وسائل التواصل الاجتماعي باش ينشطوا ويحركوا الاجندات ديالهم ويأثروا على الراي العام ويأثروا على الصحراويين المحتجزين في مخيمة تندوف والمتبنين للأطروحة ديالهم. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم التوميات، يا مرحبا بكم، سهلة وهلا، راني مسلمة عليكم كاملين، عارفة حالكم كاملين، ياسر كاع عنكم يا غير مولي، ذاك ما هو معمود لا من قلة الوقت وقلة الصياب والوحل، غير بعد ذاك الواحلين فيه الله، هو اللي في الأخلاق وهو اللي في النية وهو اللي عندنا كاملين. أنا اللي اخترت نسجل هذا البوكال للتوميات ومن خلاله للناس كاملة، إلى قد ينطرح في كل بلاد هلا ينطرح. نحن اليوم نفصل فينا كشعب، نفصل فينا كبار، ولا فينا حد ما هو متأكد عن المشكلة اللي عند رئيسنا اليوم، انه شمتهم التلفقات المعدله المخابرات المغربيه، واللي مره قالها ميزانيه من المال كبيره، واللي مره قالها المحامين، والظلم اللي هو الخالق في الحياه، ما يعود حد مسقم وظاهر للضوء ما ولفقوا له التهم. هذا شيء معروف، هذا شفناه عند صدام حسين وعقب عاد العراقيين يطرشوا وجههم، وهذا شفناه عند معمر علم اللي تعلنوا جهز ميزانية إياك تعود أفريقيا عملتها واحدة، خطت له فرنسا ذاك الخطت له من أجل أنها تمزريه من الطريق، وكتلوه القايلة من نهار ظلما وعدوانا ملفقي له تهم. وهذا شفناه عند مرسي على أنه إنسان فاز بعدالة في مصر ولفقوا له تهم ونحاز من فم. هذا شفناه عند رئيس حالا عند صاحب سنغال منين يكشف مخططات فرنسا وعادوا لفقوا التهم عن اقتصاب وعنهم كذا. اي رئيس هم يخدم شعبه حقيقة يلفق له التهم، هذه هي الحقيقة. هذا شفناه عند الرئيس عبد العزيز والعلي على ان خدم موريتان حق عنده، راعي يلفقوا له التهم ياك يمزر من الطريق ياك قعمات لا يطمع انه يرجع. اي رئيس، هذه قاعدة ثابتة شفناها في ذلك الطخاف كامل، عندنا ما خال رئيس له جنيته صادقة في شعب وباغي يخدمه ما ولفق له التهم، ما دام ما يخدم بعض الدول. والله كيف حالة رئيسنا حالا، علم اللي تنو علم الحرب، علم انه تنو وفى مذاك مسلسل السلام ومسلسل الكذب، علم اللي تنو هم يخدم شعب وحق عنده، هم يمرق الشعب من ذيك الدوامة الكذب ومسلسل السلام والأمم المتحدة رعاها اليوم يدفع ثمنها. احنا نبغى اليوم نعود الشعب واعي ونعدلو كي العدل الأتراك. أردوغان تحالفت عليه دول عظمى،
امريك وفرنسا واهمهم يعدوا عليها انقلاب، يغير شعب ومرق كامل للشارع وفشل الانقلاب قد قوة هذيك الدول اللي همها تعدى الانقلاب على اردوغان. احنا اليوم يا رتنا نعود كيف الاتراك، يا رتنا نعدل عدلوا الاتراك وفشلوا ذاك الانقلاب قدام امريكا عويناتها يحرقوها وقدام فرنسا عينها يحرقوها. يا رتنا احنا اليوم نعدله، يا رتنا اهل الصحراء كامل اللي ما حاكموا تركه ولا حاكموا عيال ولا حاكموا ضعف مادي ولا حاكموا، يا رتنا كامل يسر المستشفى ويتضامن مع الرئيس ويحضر فمه ويجي لابس اللباس الابيض والقروض فيده، لابس الباس الابيض والقروض فيه، ويتكلموا ويقولوا عنهم شي ما خاض عليهم، ما هو لا يخاض على رئيس. الى عاد قايس المحكمه قايسينها كاملين، ولا عاد قايس الموت قايسينها كاملين، ولا عاد قايس اللي قايس احنا قايسينه كاملين. يالت الناس تفشل، ذا راه المفتاح اللي فيتكم يا الشعب، راكم توهم هم تقدوا تقلبوا السفينه، راكم توهم هم تقدوا تقلبوا الموازين. يا الشعب الصحراوي اليوم نفصل فيكم، قعدوا متأكدين عند فيه غالي اليوم لا نتيجة لخدمتكم ونتيجة لحسن نيته فيكم يدفع ثمنه. هذا الشيء يرفضه المغرب رفضا تاما. المغرب ما قد توخض مع وحشيشته على انك انت يا غالي اللي انت الحرب ضده، ما قدوا يتحملوها، ما هم قادرين يتحملوها، وهزايمهم مسترين عليها. هذا دليل قاطع، هذا تدفقات ونهم بعض الخوانة من نحنا وعدل شكوى وعدل كذا وذيك الأموال اللي بذلوا. هذا دليل قاطع على إنهم عندهم خسائر فادحة في الحرب ما قدوا يتحملوها، ولات عندهم المنفذ. ما هو اليوم مطلوب من الشعب الصحراوي كامل يفشل، هذا هو المفتاح الوحيد في الشعب. ذا فيتكم امشوا كاملين وتحمجوا كاملين، ما خاسر عليكم شيء، ووقفوا قدام ذاك المستشفى كاملين وعدوا ضجة عالمية. إلى عاد شكارة قاج واحد ننعتوا هنا عن الالاف مضامة ورافضة. هذا هو نهاركم، ولا تضيعوا الفرص الفات تلك ايش يقول انتمت ذاك المثل. هذا هو نهاركم، وما صديق المجاب وحس رغاها. اليوم مطلوب منكم الحضور، برمجوا على نهار مشوا كاملين، اعدلوا ضجة قدام العالم، كذبوا ذري ينقال، فشلوا ذري يعدل. المفتاح الوحيد فايدكم يا الشعب، ما هو فايد القضاة ولا هو فايد المغرب ولا هو فايد الضجة الإعلامية، كل شيء فايدين الشعب الصحراوي. يالطو يتحمجوا ويعدل مسيرة كامل ويجي لذاك المستشفى سان بيدرو ويوقف قدامه كامل، لا يعبر يعدل لوحة عود يفوت العالم زمن يتكلم عنه، لابسين اللباس الأبيض ورافدين الأورود. لا ترزحوا عن هذا، هذا اليوم الكرة في ملعبكم، راكم شفتوا أمريكا على كبرها وفرنسا على كبرها والدول اللي تحالفت على كبرها، همها تعدل انقلاب على أردوغان، مرق الشعب وتلقر الدبابات وتك قدام الدبابات وفشل ذاك كامل. ما تلات أمريكا تقدر تعدل ولا العالم يعدل شو، وإنما انقلبت الموازين، معناها عن الشعب هو اللي قد يقلب موازين ذلي فيها الرئيس ذلي فيها، بالتالي مولي في النهاية مولي هذا وعدلوا منجل نحن، منجل الشعب الصحراوي. إذن عنا احنا يلتنا نعودوا في المكان المناسب، علاه انه وقف مسلسل السلام واعلن الحرب على المغرب. هذه النقطة الواحدة، ما هي قضية فلان شاكي والله فلان غالي كان ما نعرف كم من سنة السفير في اسبانيا، ما هو ذاك، هذا حر الحرب اللي ما هو متحمل المغرب وهمه ينتقم على انك انت يا غالي اعلنت الحرب فقط، ما عنده اي شيء ثاني خاطئ، ما عنده أي شيء خاطئ. زين عندي نسجل هذا المساج وزين عندي نطرح في كل بلاد. يا مرحبا بكم، السهلة وأهلا والله.